ذكرتوني بياسمين صبري بتقول بيضحكني، بيضحكني والله. انا احرد واحد ابو هشيمة بيضحكني، يكون دمه خفيف لطيف، مهم هالموضوع، يوفر الاشياء اللي ممكن يوفرها بعيدا عن وسامته. هي الوسامه تجي، وخصوصا الجمال صار سهل بوقتنا الحالي. صح. فعلا انا اتفق مع التقرير، الجمال صار سهل، عيادات التجميل مليانه، الرجل صار يقدر يكون جميل مثلا باطلالته الخارجيه بملابسه، لانه جمال الرجل ووسامه الرجل مختلفه عن جمال المراه ووسامه المراه. صح. لانه الرجل لازم يكون انيق نظيف مرتب، شخصيته حلوه ودمه حلو، هذه تكمل الرجل. اما الملامح البسيطه، مرات المراه تشوف لها رجل ملامحه كلش حلوه بس ما يلفت انتباهها ولا يلفت نظرها، لانه جامد وبارد وقعدته لا تطاق ودمه ما محبوب. بس انا مع رجل دمه حلو دمه خفيف، قعدته حلوه، الساعات تعدي وياه بسهوله وبسرعه وما احس بالوقت، بعيدا عن وسامه الرجل، خليه يكون حلو عادي.